انتخابات مجلس الشعب المفروض في الوقت اللي احنا فيه ده بصراحه مش هينفع على انتخابات مجلس الشعب ولا انتخابات رئاسيه. لما البلد تهدى وتحل مشاكل الناس كلها وفي فئه من الشعب المفروض انها تاخد حقها. لا انا مع مع مع, مع الشعب. الشعب دلوقتي مقسوم نصين، نص ليه وجهه نظر والنص الثاني ليه وجهه نظر. لا انا مش رئيس دوله، انا لو ماسك دوله حاليا لازم احل المشكلتين، مش هحل مشكله واسيب مشكله. انا شايف حاليا الامور اتعقدت عاد بالنسبه للحل. احنا دخلنا في مرحله صعبه، احنا كنا متوجهين لمرحله سوريا وربنا كرمنا ان احنا ما وصلناش لمرحله سوريا. احنا المفروض نرجع لبعض، نرجع نحب بعض، نرجع نشوف المصري فين. الانتخابات الرئاسيه الاول عشان الرئيس هو اللي يختار الاعضاء، اللي يختار الناس اللي هي الصح. الوزير الداخليه ممكن يختاره صح، ممكن وزير الخارجيه صح، بعد كده الناس دي هي اللي هتختار اعضاء مجلس الشعب. ولدي انا ما اعترفش بدي ولا بدي. ليه بقى؟ ان احنا اساسا الحكومه اللي ماسكانا والناس اللي ماسكانا دول مش شرعيين، ازاي يعمل انتخابات على اساس ايه يعني؟ الناس دي جايه كده غصب، مش جايه ناس احنا مش مختارناهاش. ازاي يحددوا انتخابات رئاسيه ولا برلمانيه؟ هم مالهمش، هم يحددوا رئيس المنتخب الشرعي يرجع هو اللي يحدد انتخابات الاول دي ولا واحنا نختار معاه. وطبعا انا هايد راي الدكتور ابراهيم درويش، وده طبعا فخر ستوري كبير. يعني هو المفروض الاثنين يبقوا مع بعض، الاثنين مع بعض في ورقه واحده، تختار رئيس وتختار عضو مجلس الشعب للدرجه بتاعتك في نفس التوقيت. ما انتخابات رئاسية اولا ممكن، لكن لو حصل ان انتخابات برلمانية الاول الحزب اللي هياخد اغلبية او الاغلبية تبقى موجودة في البرلمان هتأثر على انتخابات الرئيس. الحقيقة انا ما اعرفش في المواضيع دي، انا اصلا الواحد بس كان حياته الاكل والشرب والحياة تستمر عادي من ساعة ما عرفنا ان حسني مبارك كان بيسرق البلد، والواحد بقى دماغه بتتفتح عن حاجات كتير قوي. لا مش عارفة بصراحة. لو انتخابات رئاسية مع ضمانة الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الدكتور مرسي، يبقى أنا هكون أول واحد أنزل الانتخابات. غير كده مش هقبل بأي انتخابات رئاسية أو أي انتخابات مجلس الشعب أو حتى استفزاز على الدستور. لا مجلس الشعب طبعا. لسه يعني مفيش حاجة اتوترت أو مثلا في حاجة مثلا اتعدلت أو لسه في يعني حاجات كتير عايزة تتعمل، يعني لسه مفيش حاجة لسه اتعملت ليه مثلا عشان مثلا تخلي رئاسة ولسه مفيش حاجة اتظبطت. ولا رئاسية ولا مجلس الشعب. احنا انتخبنا رئاسية ومجلس الشعب هم لغوه، ما عملوش اي اعتبار، ما عملوش اي حسبان، ما اعتبروش الملايين اللي احنا موجودة في مصر دي، ما خدوش رأيها ولا اعتبروها. ولا رئاسية ولا مجلس الشعب هنوفي بيه. مجلس الشعب